يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الثلاثاء الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد المملكة إلى اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها المملكة الشقيقة رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال